المقابله كانت صعيبه علينا احنا اكثر من نجم قد السحري، نعرف نجم قد السحري معناتها تنجم تقول الفرصه الاخرى معناتها باش يقرب للصداره كل شيء. دخلنا المقابله نتاعنا معناتها باش يعاونا اللي ما نربحوش ما نخسروش، ليسونسيال اليوم معناتها المقابله كانت اكثر منها استفادوا منها للفينال. ما تعرف زاد نفس الريتم اللي لقيناه اليوم باش نلقاوه معناتها في مقابله الوداد. نتصور مقابله كانت محترمه من زوز ايكيبات مالغي اللي نحن في اخر مقابله معناتها وخرنا شوي بالرغم من النقص العددي، لازمنا نعرفوا كيفاش نستحوذوا على الريزلتا نتاع ماتشاتنا. مقابله اني قلت لك معناتها كانت محترمه من نواحي الكل، نلعبوا ضد ايكيب حاولت معناتها اليوم تجيب تو بوان نتاعها كيما قلت لك باش تقرب لنا اكثر، مي كومي معناتها اليوم نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا احنا في ظل النتائج اللي صارت الكل. نتصور معناتها ما خسرنا حتى شيء هون. لا فينال مش كيما مقابله البطوله مقابله الكاس. نتصور فينال كي تبان بالكوره الناس كلهم معناتها باش تخمم في الفينال، اللي باش يخمم على بلوسيور اللي باش يخمم على اي حاجه. من شان قدرة ربي نحن اللي جورجي معناتها نكونوا حاضرين كما يلزم باش نحاولوا معناتها ان شاء الله نكسب تونس كما يلزم ان شاء الله. واحد يظهر لي ماناش نلعب وحدنا في التيران، معناها نلعب ضد منافس يلعب في ارضيه ميدان وحاجته بثلاث بوان. صحيح فما شويه دي شي تكنيك سيرتو بعد خروج خليل، معناها قبلنا برشا اللعب وكان برشا ديشي تكنيك. هذاك هو معناها ايكيب ما عندها ما تخسر، معناها يلزمها تلعب باش تربح في الميدان نتاعها. قبلنا اللعب مي الحمد لله كنا بيان كونسونتري وبيان ابليكي وخرجنا بنتيجه اللي نتصور ترضينا وتخلينا ديما بعاد على 9 بوان على دوزيام الحمد لله. اكيد نتصور زاد هذه ما تخليناش نقولوا للوداد مش معناها يتعدى بيريود خايبه، يظهر لي التركيز الكل نتاعو على تشامبيونز ليغ. احنا زاد يظهر لي عندنا زوز مباريات مهمه، تيتر بالنسبه لنا يهمنا برشا، ان شاء الله تو التركيز الكل باش يكون على الفينال، وربي يجيبنا في السواب وان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه من غادي ان شاء الله.